تنضم إلينا الآن من كامبالا دكتورة فيكتوريا نالولي، الرئيسة التنفيذية لدى NEM Energy. فيكتوريا أهلا وسهلا فيك معنا. ما شهدناه هذا الشهر الماضي من ارتفاعات بأسعار النفط لم نشهده فعليا بعقود. الارتفاعات قوية طبعا، النفط فوق ال 100 دولار، إذا كان بده يتراجع المفروض أنه يا أما يزيد المعروض يا أما يخف الطلب. هل هناك أي إشارات لتراجع بالطلب بالوقت الحاضر؟ شكرا على استضافتي، وأنا الآن في المملكة المتحدة. وبالنسبة للطلب على النفط، لا أعتقد أنه وصل إلى ذروة بما يؤدي إلى انخفاض في الطلب في الأسابيع والأشهر المقبلة. طبعا الطلب على النفط برأينا سيزداد، وبالتالي أفضل شيء حاليا هو أن لا ننظر إلى الطلب، وإنما أن يكون هناك ما يكفي من المعروض. وأتوقع للطلب أن يزداد، لأن معظم الدول مشغولة حاليا في أنشطة اقتصادية مهمة. إذن هل لنا أن نتوقع، لا يبدو بأن هناك أي توجه للآن من أوبيك بلس بزيادة المعروض، هل هناك تتوقعين أي جديد في هذا الاجتماع المقبل؟ لا أتوقع الكثير، لأنهم قالوا أنهم يريدون زيادة المعروض بشكل تدريجي، وهم لن يتعرضوا للضغوط برأيهم، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الطلب أو التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، وهم سيحتفظون بخطتهم الأساسية وبجدولهم الأساسي فيما يتعلق بالزيادة التدريجية. لكن إضافة إلى أوبك، هناك دول أخرى، وهناك أمريكا التي تعتمد على مخزوناتها الاستراتيجية من النفط لتخفيض الأسعار، وهناك مبادرات إضافية لزيادة الإمدادات في الاتحاد الأوروبي. فأمريكا التزمت بتقديم غاز طبيعي مسال إلى أوروبا، وبالتالي رغم أن أوبك ليست مهتمة اهتماما كبيرا زيادة معروض بعد التعرض لضغوط، لكن هناك مبادرات من دول أخرى لزيادة المعروض. لكن ما سمعناه طبعا من الوزير القطري، وزير الطاقة القطري أمس، هو أنه ما حدا بيقدر يحل محل روسيا بالإنتاج الغاز لديها، وأنه أي طبعا مع التزام قطر بأي غاز موعود لأوروبا لن تستطيع فعلا أن تحول أغلبية إنتاجها اللي هو بيذهب إلى آسيا كما نعلم، أو أي جزء منه إلى أوروبا بالوقت الحاضر. أنا أتفق مع الوزير القطري، فروسيا هي لاعب كبير فيما يتعلق بقطاع الطاقة وتحديدا النفط والغاز. ورغم أن أمريكا تلتزم بتقديم جزء من هذا الغاز إلى أوروبا، لكن هذا الجزء غير كافي. إذن روسيا هي لاعب مهم، وليست هناك دولة أو مجموعة من الدول القادرة على استبدال روسيا في تقديم الغاز والنفط إلى أوروبا أو العالم. وبالتالي إذا لم تخفف العقوبات، فإن حالة انعدام الأمن في مجال النفط والغاز ستظل قائمة، لأن روسيا هي بلد مهم، وهناك حاجة إلى الموازنة في المفاوضات بين كيف ستتعامل الدول مع العقوبات ضد روسيا وكيف تتعامل مع الأزمة. وإلا إذا استمرت العقوبات فإنها لن تستطيع، هذه الدول لن تستطيع استبدال الغاز والنفط الروسيين. أظن أنه الألارم عندك بالتليفون عم بدق، يمكن فيكتوريا إذا بتحبي أنك تسكري خدي وقتك، مش مشكلة. أنا بحضر لك السؤال
السؤال الثاني اللي انا كنت حابه اني اسالك، استوضح منك طبعا على موضوع الاسعار الان، شو يلي ممكن انه، او يمكن ما عم تسمعني هلا، خليني انطرها شوي. اوكي فيكتوريا، تسمعيني مره ثانيه؟ Yes, I can hear you. شكرا، شكرا لك. كنت بدي اسالك على الاسعار، شو يلي بيمنع اسعار النفط هلا هي عن حوالي 120 مثلا على ما نراه اليوم، شو اللي بيمنعها انها تكون على 150 ولا 200؟ ما الذي يحد من ارتفاع اسعار النفط اكثر بظل طبعا التصعيد الذي نشهده على الساحه السياسيه، على الساحه الدبلوماسيه، اذا في ساحه دبلوماسيه بالوقت الحاضر؟ حاليا هناك مبادرات تتخذها دول مختلفة للحد من ارتفاع أسعار النفط، فأمريكا تركز على ضخ جزء من احتياطها الاستراتيجية في السوق كطريقة للمساعدة في تخفيف الأسعار، وهناك دول مختلفة تتخذ مبادرات مختلفة لطرح المعروض لأن الطلب مرتفع والأسعار مرتفعة، وهذا يعني أننا نحتاج إلى المزيد من الإمدادات والمعروض، وبالتالي هناك محاولة من دول مختلفة لطرح كميات إضافية في السوق، لكن هناك كما قلت هذه المبادرات هي ما يكبح الأسعار. فيكتوريا نالولي، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم.